قوات صنعاء تنفذ عملية نوعية داخل مدينة مأرب، تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشفت مصادر مطلعة اليوم عن عملية عسكرية نوعية نفذتها قوات صنعاء تمكنت من خلالها تحرير أحد المختطفين لدى ميليشيا الإصلاح ومسلحين قبليين غربية مدينة مأرب. وقالت المصادر إن جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ نفذت عملية نوعية تمكنت من خلالها من تحرير المواطن المختطف عبد الله الرحبي الذي مضى على اختطافه أكثر من 8 سنوات على يد ميليشيات الإصلاح ومسلحين قبليين في منطقة النائية. وتعد هذه العملية هي الرابعة التي تنجح فيها قوات صنعاء في اختراق التحالف والموالين له استخباراتيا، حيث نجحت في 21 فبراير 2021 من تحرير 9 من الأسرى في مأرب، وفي 17 من أغسطس 2017 نجحت في تحرير 5 من الأسرى في محافظة الضالع، وفي يونيو 2017 تمكنت قوات صنعاء من تحرير 10 أسرى كانوا محتجزين في محافظة أبين منذ عامين.